الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. كنرحب بكل أوفياءنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. بديت أسبوع موفق للجميع، تحياتي الخالصة لكم أوفياءنا الكرام فين ما كنتوا، مرحبا بكم. بديت أسبوع موفق للجميع، نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. كنرحب بكل مستمعينا اللي أكيد أنهم كيتابعونا بطبيعة الحال. بديت أسبوع موفق لكم، نتمنى انكم تكونوا مستمتعين بوقتكم معنا. طريق السلام لكم من وعلى الطريق، شهية طيبة لكم من وعلى ميدة الغداء، يوم سعيد للجميع. الناس اللي مفعوط لك نقول لهم بصحتكم، استمتعوا بوقتكم. اللي في العمل مازال عطلة جاية، استمتعوا ايضا بالعمل ديالكم. لكل مستمعينا كنتمنى لكم بداية اسبوع موفقة سعيدة نشيطة، وتكونوا ان شاء الله في احسن احوالكم. كنوجه تحيه لجميع الاوفياء اللي كيتابعونا على www.medradio.ma او عبر الابلكاسيون سمارتفون ميد راديو او على اثير اذاعه ميد راديو فين ما كنتوا. شكرا لكم على وفائكم، على محبتكم، على تواصلكم الدائم معنا، ولهلي خطيكم علينا. تحياتي ايضا لكل اوفياءنا اللي كيتابعونا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج، ولي سيدتي سادتي، وايضا الصفحه الرسميه لاذاعه ميد راديو، ميد راديو اوفيسيال. مرحبا بكم وشكرا لكم وتبارك الله عليكم. حنا اكيد اليوم معكم مستمعينا الكرام، كيف ما تعودنا كنختموا اسبوعنا وكنبداو بالحيل المنزليه والمطبخيه. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم معنا بطبيعه الحال هي مولة الدار، صراحة هي ماشي ضيفة جديدة، هي مولة الدار، ولكن أول مرة غتكون معايا أنا في المباشر، لالا زاهرة، اللي غتعطينا مجموعة من الاقتراحات والحيل. أيضا كنوجه لها تحية، وغتكون معنا أيضا لالا إلهام اللي غتعطينا مجموعة من الاقتراحات، وغتكون فرصة باش نتواصلوا مع بعضياتنا علاش لا على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. انتظار هي أنفسكم ومستمعاتنا الكريمات أيضا هي أنفسهم. غادي نمشيو فاصل قصير وراجعين لكم على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، بقوا معنا ما تمشيو فين. عليكم الجيل مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. مرحبا بكم، مرحبا بكل من ضمن لنا اللحظه في الاستماع الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، مرحبا بكم، تحيه خالصه للجميع. وغنمشيو مباشره ناخذوا معنا لالا زهيره من الدار البيضاء. مرحبا بلالا زهيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شنو اخبارك؟ الله يحفظك ليا، الله يطول عمرك، مرحبا بك. الله يبارك فيك، ربي يخليك. الله يكرمك، بارك الله فيك. انت على خير؟ صحه لاباس؟ الحمد لله، يسلمك الخير. الحمد لله، بارك الله فيك، مشرفانا ومنورانا زهيره، ومرحبا بك بطبيعه الحال. الله يحفظك ليا لالا، يخطيك. وغادي خاصني نجي عندك ديري لي السوايع في الحلوه. مرحبا مرحبا على الراس والعين. مرحبا. واحد الطباسيل بعدا ديال الكعب دايره في الواتساب حمقني. الله يبارك فيك. يلا الى قدرنا نوصلوا لذاك النيفو راه انجاز. ربي يخليك، ربي يخليك اختي سكينه. الله يطول عمرك زايره لالا، يخليك. مرحبا اختي. مرحبا، الله يحفظك. ايوا غنبدا ان شاء الله، نبدا بواحد التحيه. مرحبا مرحبا للصديقات ديالي والاحباب ديالي والعائله ديالي، عائله ديال راجلي والزوج ديالي وعائلتي في اسفي، والناس ديال اسفي كاملين فيما كنهضر معاهم كيقول لنا ما كيغبرتي. تحياتنا الناس اسفي والله. والصديقات ديالي في الجروب، الاخوات ديال الجروب ديال كوثر، معروفين الجروب ديال كوثر والجروب ديال ام عدنان، وصديقتي بشرى وفرح. وكنقدم واحد التحيه لواحد البنوته اميمه كتنتظرني دابا، قالت لي كنتسناك نسمع عليك وقول واش ديري لي التحيه. قبلك بيا ليك اميمه ان شاء الله السنوات المقبله مفقه كاملين، اللي نجحوا في البكالوريا واللي نجحوا السيزيام واللي ما نجحوش الله يوفقهم. امين ان شاء الله. امين يا رب، امين يا رب. ايوا غندخلوا ان شاء الله في الوصفات. مرحبا. بالنسبه للاقتراحات، اول اقتراح هو واحد الصابون كتعطيته شحال هذه، هو ديال الغسيل ديال الماعن. دابا بواحد التركيبه جديده كيعطينا واحد الخليط اللي خاطر عاقد، وكيودينا واحد المده، كنزيدو واحد المده، واحد مثلا واحد اسبوع على داك الصابون اللي كان قديم. اييه. بالنسبه للصابون كناخذو كيلو ديال الصابون خضر. صابونه ديال فيها، هي معروفة مرطبة، راه دابا كانت غير عادية، ولا دابا فيها الأنواع، فيها بالخيار، المهم راها مرطبة، راها معروفة معروفة. وكناخدو دابا ناخدو 3 إترو ديال الماء يكون طيب، كناخدو إترو ونص مع الصابون الخضر، وإترو ونص كنحكو ديك الصابونة وكندوبوها فيه. أييه. كنخليهم ليلة كاملة، نهار الآخر كنحركوهم مع بعضياتهم. وكنضيفو ليهم 4 معالق ديال الخل، الخل الأبيض. وليهم جوج معالق ديال الملحه.
الملحه. الملحه الدور ديال ديك الملحه راه مجرد ان غنضيفوها في واحد القرعه واحد القنينه راه غادي نلقاو غير كنضيفوا ديك الملحه داك الخليط كيختار لينا كيعقد كيعطينا بحال الصابون اللي كيتباع دابا يعني في القراعي عاقد وكيدينا واحد المده طويله. أيوة. وهذا الملح حفيده ديك الملحه الناس اللي ما كيوجدوا ما كيلقاوش هذا الصابون الخضر وعندهم غير داك الصابون ديال القرعه. أيوة. غادي ناخذوا النص ديال داك الصابون غنضيفوا ليه الماء يكون شويه دافي يكون سخون شويه وكنضيفوا ليه معلقه تاع الملحه غير كنحركوا غيبان لنا داك الصابون راه عقد ويعني وحنايا ضاعفنا الكميه بنصف الكميه ديال القرعه. اييه. بالنسبه للنصيحه الثانيه باش كنحيدوا البقع ديال اللي كيكونوا في الزربيه مثلا ديك السفوريه ولا مثلا طاحت علينا طاحت شي حاجه كندير واحد الخليط فيه الماء والخل الابيض وواحد شويه ديال الملحه كنحاولوا نحركوهم في واحد القرعه اللي كيكون بخاخ كنرشوا ديك البقعه مزيان حتى كتفزك كنديروا واحد الفوطه من فوق ديك البقعه وكناخذوا المصلوح يا اما المصلوح يكون سخون ولا ما شي حاجه تكون سخونه وكنحطوها فوق من ديك البقعه. اييه. ياك صافي كنبقاو ندوزو كندوزو صافي وكنمسحو غادي تحيد البقعه ما غاديش تبقى غادي ترجع يعني ما غاديش بحال كننظفوا ديك الزربيه بطريقه يعني طريقه سريعه سهله يعني ما سريعه. في نفس الوقت الزربيه ما غاديش تبقى فيها لا ما لا حتى شي حاجه. اييه. بالنسبه للنصيحه الثالثه بالنسبه للناس اللي كيبغوا عندهم هذا عندهم لي ترموس اللي كيكونوا ديال لينوكس. اييه. من برا ما كنبغوش نحكوهم لا بجيكس لا بوالو كنبغيهم يكونوا ديما نقيين. كناخذوا غير المشروب الغازي الاسود. اييه. كنكبوه على هذاك وكناخذوا بحال كنديروا واحد القطعه بحال دايرين واحد الطريف ديال التوب هو ماشي توب غير بابي الومنيوم وكنحاولوا ندوزوا على هذاك من برا على هذاك الترموس كله من برا صافي وكنشلوه ها هو الترموس ديالنا رجع جديد. اذا كنكبوا المشروب الغازي الاسود وكنحكوه بالالومنيوم بابي الومنيوم غير كندوزوا يعني غير كنمريو مريه خفيفه ولكن هذيك القطعه كتكون مبسطه يعني ما نكمشوها لا والو باش ما تجرحوش. باش ما تجرحوش. اييه. بالنسبه للنصيحه الثالثه وهي تنظيف ديال الحمامات من داك الكالكير اللي كيكون في الجناب وهذا. كناخذوا الزنبوع هو داك الليمون لرنج ولا كل واحد شنو كيسميه لقيتو دابا كاين دابا. دابا حنا غنستغلوا هاد الوقيته وغنصاوبوا واحد الكميه اللي غتبقى عندنا مثلا غنديروا جوج قراعي ولا ثلاثه ويبقاو عندنا. كناخذوا داك الزنبوع كناخذوا غير القشره ديالو العصير ديالو نعصروه ونحتفظوا به غنحتاجوا في واحد النصيحه اخرى. اييه. القشره ديالو كنديروها في واحد القرعه كنعمروا عليها بالماء طيب يعني تقريبا نص ديال القرعه بالماء طيب وكنخليوها المده ديال 3 ايام حتى الاسبوع. اييه. ملي كنجيو كنصفوا داك الماء كنرجعوه للقرعه كنحيدوا داك القشور وكنضيفوا نص كاس ديال الخل الابيض وجوج معالق ديال البيكربونات ونحاولوا ما نقربوا لا لوجهنا لا ليدينا لان غيتفاعل داك الشيء غيخرج لنا واحد الكشكوشه. اييه. كنحتفظوا به ما نحركوه ما والو غير نحتفظوا به غير نكبوا داك الشيء ونحتفظوا به. ملي غنبغوا ننظفوا عاد غنحركوا كنرشوا دوك البقع اللي عندنا فيهم الكالكير واللي كيكونوا في الحمامات صافي وكنخليهم واحد المده مثلا ربع ساعه ولا نص ساعه وكنجيو غير بحكه خفيفه غيحيد داكشي كلشي. كلشي حيد. بالنسبه للعصير ديال الزنبوع اللي قلنا غنحتفظوا به غنحتاجوا في التنظيف ديال الفرنو ديال لينوكس ديالنا البوطه. اييه. اللي كنطيبوا فيها. أيه. كيكون فيها داكشي ديال الليدام وهذا كناخذوا داك العصير مثلا ديال جوج زنبوعات ولا ثلاثة كنديروا في واحد القرعة وكنضيفوا ليه شوية ديال البيكربونات وكنحركوا وكنبقاو نرشوا كنخليوه واحد المدة وكندوزو غير حلفة عادية ديال الكوزينة. أييه. وواحد النصيحة يعني ملي كنمسحوا وكنساليو ونمسحوا بواحد الزيت ديال الكوزينة يعني كنمسحوا كننظفوا داك الفرنو ديالنا خذوا البابي أبسوربون هو باش كنبري أنا المراية ديال الفرنو ديال هذا باش ديما كتبقى عندنا ديك اللمعة. أييه. باش غير كنمسحو غير بالماء وكيبقى لنا شهب يعني ما كيعطيناش ديك اللمعة. نزيدو نشفو بحال كنمسحو الدجاج. بحال مثلا كنمسحو الدجاج بحال هكاك أنا كنمسح بابي أبسوربو كيعطي اللمعة للفرنو وفي نفس الوقت كيحتفظ لينا عليه ما يبقى فيه لا ما لا حتى شي حاجة اللي غادي يصديه ولا مثلا غادي يخسرو لينا. أييه. إيوا المهم هادو هما النصائح. تبارك الله ما شاء الله عليك. إن شاء الله يخطر أخرى.
ان شاء الله باذن الله. مرحبا زهيره. الله يا الله اختي خليك تبارك الله عليك. شكرا جزيلا لك زهيره، وهذه بدايه الخير ان شاء الله باذن الله، واكيد انه ان شاء الله نتلاقاو السيمانه الجايه باذن الله. مرحبا. الله يحفظك ليا، تحياتي ليك وتبارك الله عليك زهيره، وشكرا لك على هاد النصائح الزوينه بزاف اللي عطيتينا هاد الصباح. الله يعطيك الصحه، وتحيه للاسره والعائله كاملين، تحيه كاع المسفويين لاله زهيره، وشكرا جزيلا ليك على تواصلك وهذا الوقت اللي عطيتينا بطبيعه الحال، وتبارك الله عليك موفقه باذن الله. مرحبا بكل مستمعينا بطبيعه الحال على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. ونحن مباشره غادي ننتقلوا لمستمعتنا الكريمه للا الهام من ورده ذات اللي غتعطينا مجموعه من الاقتراحات ايضا. صباح النور للا الهام. اهلا وسهلا اختي سكينه. اش خبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الله يحفظك. لا لا يخطيك، الله يطول عمرك. وشكرا جزيلا على هاد سميتو اللي كتعطيوني هاد الفرصه باش نتواصل معكم. مرحبا. الله يعاونك. مرحبا. انت اللي الشكر الكبير ليك الهام، لانه راكي انا بالنسبه لي نتوما راه واحد ربي الحمد لله كسبني واحد المملكه ديال النساء الرائعات. الله يحفظكم ليا ويزيد في مددكم ويزيدكم مازال دورهم حدايا، حيت البرنامج راه بيكم كيستمر. لا لا يخطيكم عليا، الله يحفظك ليا. حنايا راه واحد الحاجه اللي هي كبيره، انا بعدا بالنسبه لي شي حاجه اللي هي كبيره بزاف، هاد المعرفه ديالكم ديال الخير الحمد لله، والمعرفه ديال الاخوات اللي عرفتهم من خلال ميد راديو. كنقولها وكنعاود نقولها، شكرا شكرا بزاف. وحدهم فضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر لله. وشكرا لك اختي سكينه، لانك واحد السيده اللي هي رائعه بزاف. شرف لي انني نكون كنتواصل معك شخصيا، شرف لي كبير بزاف والله العظيم، ما كيتوصفش هاد الشعور هذا. الله يحفظك يا الهام، قلبك لي زوينه. اللي كيسمعونا والمستمعين، ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. هادي قلتي عندك سخونه، احنا راه عندنا بارده. ايوا حنا اختي كنا صيفط لنا شويه الصاد، راه القضيه بردات، راه ما بقينا عارفين راسنا واش شهر 8 ولا في شهر 10 ولا. ان شاء الله خير. حنا الصاد بزاف اختي سكينه. اي والله يقدرنا يا ربي، الله يقدرنا جميعا كيف ما كان الحال. الدرجه البارح يمكن 45 درجه. بارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. واحد الدرجه بزاف النيس. قلتي 45 هو يشوف فيا اسماعيل. قالت مراك شي هكا اسماعيل. يجي الا بغا الشميشة دوازات يجي ويشوف كي دايره. اسمع 45 ويتفكر مراكش. مرحبا الهام. والله الحمد لله على هادشي اللي كاين. دارنا الله سبحانه وتعالى. بخير من الله سبحانه وتعالى. مرحبا مرحبا مرحبا. شنو تقترحي لنا اليوم الهام تفضلي؟ اي ان شاء الله، اقتراحات زوينين بزاف. غنعطيهم واحد المعطر رائع للحمام، جربته غير هاد الايام صراحه وعجبني بزاف، معطر طبيعي للحمام اللي هو خديت واحد لي باموس. واحد لي باموس ودرت فيها واحد الحفينه ديال الورد وواحد شويه ديال عويده القرنفل وحفينه ديال الخزامه وواحد الكويوره ديال الكافور، هي كويوره وحده، ودرت واحد شويه ديال عويده ديال القرفه، وخديت ديك لي باموس وحزمتها من الفوق واحد الحزيمه هكا غير صغيره، ودرتها في وسط واحد عندي واحد هذا الغشا ديال لوركانزا عندي، يعني كنحزموه عند واحد الخويط من الفوق وكنسد عليه، يعني عطى ديكور للحمام، وفي نفس الوقت واحد الرائحه يا اختي سكينه رائعه. اييه خرجت لي حتى للدار، يعني ديك الريحه اللي في الحمام خرجت حتى للدار، يعني واحد الرائحه ما تعرفيش شنو هما المكونات، هاد الاندماج ديال هاد المكونات عطى واحد الرائحه غزاله بزاف. الله يعطيك الصحه معني ما يتسالك. الله يبارك فيك. كننصح السيدات اللي كيديروا وصفات هكا لشعرهم ديال الثومه اولا ديال البصله، كنعرفوا الرائحه شويه مجهده. كيبغيو يديروا وصفات هكا لتكتيف الشعر او لا، المهم على حساب كل واحد. انا بغيت نعطيهم غير واحد الفكره اللي جربتها شخصيا، الا داروا شي وصفه ديال الثوم او لا ديال البصل، بغاو يحيدوا ديك الريحه المجهده، رغم ما كنغسلوا بشامبوان، رغم هذا ما كتبغيش تحيد، غادي تاخذ غير واحد نص كاس ديال الازير او لا ديال الزعتر. واحد فهاد جوج وتديهم فوق البوطا، يغلاو مع شويه ديال الماء في الكاسرونه حتى يغليو مزيان، وطفي عليهم تخليهم واحد شويه تغطيه وتخليه واحد شويه وتصفيه، وهذاك الماء هو اللي غادي تشلل به شعرها فاش غادي تكمل، غادي تغسل ديك الوصفه ودير شامبوان وتكمل تشلل بهذا الماء. اييه زوين بزاف، ما كيخليش يكسر ديك الريحه المجهده. نهائيا ما كتبقاش. بالنسبه للمبتدئات، واحد النصيحه للتنظيف ديال الدجاج. كنعرفوا تبارك الله اللي متمكنه، ما غاديش نقول انا هذا الشيء هذا، ولكن اللي ما متمكناش، يعني الله بدات كتعلم الطياب وكتعلم تغسل الدجاج وتغسل هذا، غنعطيها واحد الفكره زوينه بزاف باش يجي هذا الدجاج لذيذ، لانه شنو هو الحاجه الرئيسيه في الدجاج باش يجينا لذيذ؟ خاص يتغسل مزيان، هذا هو الشرط الوحيد. يتغسل مزيان،
الغسل مزيان ويترقد الا قدرنا بليله كامله كيكون يترقد في القامه كترطبو كتبنن هو اللي كيخلي الدجاج ديالنا كيجي زوين في طاجين ولا حمرناه ولا فورناه هذا هو اللي كيخليه يجي زوين. غادي تاخذ غير واحد البصيله وغادي بعد اول حاجه غادي تقبط الملح في يديها وتقبط الدجاجه بواحد اليد والملح في واحد اليد وتبقى تحيد الخيوط من ديك الدجاجه بالملحه غتحشد الملحه وتخشيها في الدجاجه وتجبد الخيوط وتجبد يعني كاع دوك داكشي اللي كيكون ما بين الفخاد والصدر وما بين الاف دوك اللي سميتهم العنق دوك الخيوط ودوك العروق اللي كيكونوا في العنق داكشي كاع دوك الحاجه اللي زايده الشحمه وداكشي كلشي يتحيد. ها حنا سالينا حيدنا هادشي هذا بالملحه غادي ناخذوا ناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي وغادي دير فيه واحد البصيله وواحد طري صغير ديال سكينجبير طري ودير الحامض او الليمون اللي موجود عندها. راه كنت عطيت واحد الوصفه ديال الحامض اللي استعملنا عصرناه ولا نحتفظوا بالقشور ديالو ما نضيعوهمش جبدهم من الكونجيلاتور وطحنهم. هادشي اللي غنقول دابا ما كانش غتاخذ غير واحد الحامضه وتقطعها بالهبره ديالها بقشورها بكلشي ديالها وترميها مع هادشي اللي قلت اللي هو البصله وسكينجبير طري والملحه. تقدر دير الحامض تقدر دير الليمون وتقدر دير حتى الزنبور دير الليمون لرنج او لا لرنج حتى هو كيرطب الدجاج مزيان حتى هو غزال حتى هو ما هو الا كان كاع راه احسن من الليمون ما كانش الليمون حتى هو راه مزيان. وغادي تاخذ واحد نصيص ديال الكاس ديال الماء وتخوي على هذا الشيء في الخلاط الكهربائي وطحن مزيان هذا الشيء حتى يولينا علينا حتى يولينا بحال بوماد يعني واحد الخليط اللي هو مندمج ببعضياته ومطحون مزيان وتمرمر فيه كما كنقولوا هاد الدجاج ديالها وتخليه في هذا الخليط راقد شحال ما خلاتو راه مزيان كيف ما قلتي اختي سكينة تخليه الا درت هادشي بالليل تخليه حتى الصباح وتنوض وتديرو في الثلاجة تغطيه بالسلوفان ديرو في الثلاجة وتجبدو وتغسلو مزيان شلو بالماء وتخليه يتقطر. كانت هذا راه غتخليه واحد ثلاثة سوايع أربعة سوايع تغسلو وتخليه يقطر ومن بعد دير فيه اللي بغات راه كيجي الدجاج لذيذ بزاف بزاف. الله يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. انا نعطيهم واحد الفكرة بالنسبة لكلاص لكلاص دابا كنبغيو لكلاص لوليداتنا. نعطيهم واحد حتى لراسنا حتى لراسنا كنديروا سباب وليداتنا خصي سكينه وكاين حنا راه حنايا معاه دايزين مع الجماعه حنايا المهم كنديروا سباب يوم المهم كنبغيو نبعدوا على داك الشيء ما امكن باش ما نزيدش الوزن ما تصاد هذا كتبعدي حتى تعياي وكتديري الزبله لا يلا نبداو نديروا ايوا غادي نعطيهم واحد الفكره زوينه اللي غياخذوا اي فاكهه عندهم بنان كان فريز كان خوخ كان مشماش غير ناخذوا الفواكه تكون طريه يعني ماشي خضراء باقا خضراء تكون طريه وصالحه للاكل كما كنقولوا كتكون رطبه كناخذوا الخوخه في يدينا رطبه وزوينه وغتكل كناخذوا داك الخوخ كنحيدوا له العظم وكنديروه في الكونجيلاتور كان عندنا فريز بشحال هادي احتفظنا به كنجبدوه حتى هو كندير الا بغينا هادشي كنقول انا غير فاكهه وحده ماشي هادشي كاع اللي قلت كنقول غير اما الفريز اما الخوخ اما المشماش اما البنات فاكهه وحده اللي موجود في الدار نديروه يجمد حتى يجمد هذا هو الحاجه اللي رئيسيه وهو خاص هاد الفواكه وحده فيهم تكون جامده وغنجبدوه وغادي نخلطوه مع واحد العلبه ديال حليب مركز محلى صافي وطحن كل شيء وديرو في المول اللي بغات ولا دي مول اللي هما فرديين وتعطي لوليداتها كلاص تبارك الله رائع وبجوج ديال المكونات اللي سهل بزاف الله يعطيك الصحة مهدي ما يتسال ربي يخليك لا يخطيك مرحبا تبارك الله عليك الهام تفضلي يبارك فيك نعطيهم واحد الفكره بالنسبه للكفته الا كان بحال دابا بغينا نشويو الكفته كنديروها مباشره على الشوايه بعد الخطرات وكتبقى تلصق لينا في الشوايه او حتى هادو لي بروشيت ديال الداند او ديال الدجاج كيبقاو يتلصقوا شنو خاصهم يديروا بحال دابا ملي تصايب القوام ديالها الكفته ديالها والبصيله ديالها وكلشي ديالها الكفته تكب فيها واحد شي شويه ديال الزيت اما زيت العود اما زيت نباتيه في الكفته ديالنا ولا في الدجاج في الكفته اولا في لي بروشيت اولا في اي حاجه بغينا نشويوها هادشي هذا كيخلي اول حاجه كتجي الكفته كتلمع يعني كتجي زوينه كتلمع وفازقه كما كنقولوا كتجي طريه ما كتجيش ناشفه ما كتجيش ناشفه وثاني حاجه ما كتلصقش ليها انا بعدا يعني كنديرها في شويه ديال الضوء اولا شويه يعني على الفاخر فكتبدا تلصق ليا بعد الخطرات في الشوايه شنو وليت كندير شويه ديال الزويته بلديه وهكا ما كتلصقش ليا نهائيا السيدة اللي كتشكى من المخمار ما كيجيهاش رطب ما كيجيها يعني اي اون فوا كطيبو كيقشي شوية كيولي كيبس نصحتي ليها انها تعجنو بالحليب او لا دير واحد الياغورت مسوس في العجينة
ايه وتعجنوه بالطريقه هي اللي كتختار يعني بالمقادير اللي هي اللي كتعتمدهم المخمار ديالها. فهكا هاد الياغورت مسوس اولا الحليب تيعطي الرطوبيه بزاف للمعجنات ديالنا كيف ما بغات تكون اما بطبوط اما بريوش اما اي حاجه يعني كتولي رطبه بزاف. حنا كنقلبوا دائما هذيك الرطوبيه يعني كتبقى الحاجه زوينه ورطبه. بغيت نعطيهم واحد الوصفه ديال الهريسه لانه جا طالب واحد السيده بغات عندها في الحاره وبغات تصايب الهريسه. انا نعطيها واحد الفكره اللي هي سهله بزاف ويعني مختصره. غتاخذ غير واحد تقريبا 500 غرام ديال الفلفله حاره. اييه نص كيلو ديال الفلفله حاره غتجيبها غتغسلها مزيان تخليها تقطر وغادي تجيب واحد جوج حبات ديال هذا الشيء كنقولوا الهريسه الحمراء يعني كتجينا في اللون احمر. الهريسه كنعرفوها كتكون في اللون احمر. غتاخذ ديك الفلفله حاره حمراء ولا حتى الخضراء دابا ولينا كنشوفوها في اللوينات. سواء بغينا الحمراء ولا الخضراء اللي تيسترس. ايه يعني انا كنجربها بالحمراء كتجي زوينه. ايه كناخذ الفلفله حمراء حاره ونص كيلو منها وكناخذ واحد جوج فلفلات حلوين عاديين حمر. هذوك الفلفلات الكبار الحمر العاديين الحلوين ناخذ منهم جوج. وغادي نخلط هذا الشيء كامل. هذه الفلفله حاره غادي نقيها نحيد لها ديك الشابويه ديالها ونحيد لها الزريعه ديالها من الداخل نقصلها شويه من الزريعه كتكون حاره بزاف. ونقادها ونصوبها نقطعها طريفات وحتى الفلفله حلوه حتى هي غادي ناخذ دوك جوج حبات وغادي نحيد لهم الزريعه ونحيد لهم ديك الهبره البيضاء كتكون شويه مره. وهنا قديت الفلفله ديالي قطعتها نحطها على جنب. اييه غادي تاخذ واحد تقريبا اربعه ديال الفصوص ديال الثومه واحد شويه ديال الوريقات ديال سيدنا موسى واحد ثلاثه ديال الوريقات والملحه. اييه واحد معلقه ديال القزبر يابس مطحون. هذا الشيء كامل غديروه في كوكوت. تاخذ ديك الفلفله كلها ديرها في الكوكوت زيد عليها هاد الملحه الثومه ورق سيدنا موسى معلقه ديال زريعه القزبر مطحونه وواحد تقريبا عصير حامضه كبيره. اييه عصير حامضه كبيره غتزيدو حتى هو وغادي تزيد قدو الماء قد الماء هذاك العصير ديال الحامضه قد هذاك كاس العصير كويس. اييه نديرو في كويس قدو غادي ندير ديال الماء يعني غير واحد شويه في القاع ديال الكاس اللي غيعمر لينا بالماء. اييه نزيدو حتى هويا ونسدو نخليوها طيب تقريبا واحد 20 دقيقه غتخليها طيب حتى طيب ليها تحيدها. غادي تطحنها. ملي طحنها هي طحنات وتلقاها طابت غادي طحنها وتديرها في واحد المقيله زيد عليها زيت العود وواحد شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون. زيت العود وشويه الابزار وشويه الكمون وتحركها مزيان وواحد اللب ديال الحامضه مصيره. اييه وتحرك مزيان حتى تحس بها شتات يعني داك الحامضه مصيره تلقنا شويه الماء تحس بها شتات مزيان وديرها في واحد القريعه وتكب عليها زيت العود. هاد الهريسه خديتو كاينه يكونوا السيدات متاكدين على انها كتجي رائعه. الله يا إلهام عرفتي دابا شهيتيني في شي طبسيل ديال اللوبيا والبيضة ومع هاد الهريسه هادي. يلاه خديتو كاينه تبارك الله عليك وهاد الروح ديالك زوينه. الله العظيم دابا مع الوحده بدا كيجي شويه الجوع. قولي لي دابا كتجيبي لي المشمش وتجيبي لي الله يلاه ومع الوحده قلق صبينا إلهام. انت مولاتي الخير تسالي كل خير. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يطول لي عمرك عارفه اللي كان قلبكم كبير لاله يخليك كنبسط معاك. الله يطول عمرك شكرا لك. الهريسه تبارك الله كتجي فنان احسن وحسن وحسن 100 وكديرها بيديك وعلى شهوتك وبزاف الحوايج اللي كاين تشرمل بها الدجاج يعني في ديك التخليطه كنعرفوا كتكون الهريسه كتجي لذيذه بحال الشرموله ديال الحوت كتجي رائعه صراحه ما كاينش بحال حاجه الدار عندي تجربه خاصه راه ما كاينش بحال حاجه الدار ولو تكون غير كيف ما بغات تكون. الله يعطيك الصحه مهدي ما يتسالك إلهام تبارك الله عليك الله يحفظك. الله يخطيك تحياتي لكم وشكرا لك بزاف ولو نمشي فين مشيت ما غاديش ننساكم ما غاديش ما يمكنش نبقى ما غدا فين تيجي عندنا ما خليها بما نقولوا دابا تجي ان شاء الله بالسلامه والعافيه. ان شاء الله يا ربي بغيت واحد الدعوات الخير من الاخوات يدعيو معايا الله يسهل الله يسهل. اللهم امين اللهم امين. انا توا اللي كنطلب منهم يطلبوا لي السهل ان شاء الله وشكرا بزاف. ان شاء الله الخير كله الهام وكل ما كنتمنى الله يجعل الايام كلها خير خير يا رب. الله يحفظك تحياتي لك وحنا كذلك. لاله يخليك شكرا لك الهام شكرا تبارك الله عليك تاع السلامه مع السلامه الله يحفظك. حنا اكيد مازال موسم مازال مستمرين مستمعينا غادي نمشيو فاصل وراجعين بطبيعه الحال على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. بقوا معنا ما تمشيو فين دائما على الاذاعه القريبه منكم برنامجكم سيداتي سيف للاستماع تحياتي لكم واكيد انه لقاءنا مازال مفتوح معكم طبيعه الحال الى حدود الساعه الواحده. غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله ديالكم طبيعه الحال وكنبغي نوجه تحيه لجميع المستمعات الكريمات اللي كيتواصلوا معنا بطبيعه الحال.
فتحياتي لكم وشكرا على وفائكم. غادي ناخذ واحد السؤال ديال مستمعه كريمه اللي كتقول الله يخليك سكينه، بغيت نعرف احسن طريقه باش نقدر نضف الفوتوي. اييه ما كيتحيدش من الثوب. طريقه سهله، غتاخدي غير الفوتوي ولكن بلاتي نشوف اللون، حيت بلاتي كنحاول انني فوالا بلون كاسي. واخا غادي تاخدي غير الا كان ثوب مبرى طريقه، والا كان ثوب لاطوال اولا ثوب شويه اللي قاصح شاد شد فراسو طريقه اخرى. الا كان ثوب مبرى انا كنصحك تاخدي غير واحد ثوب يكون نقي، كديري فيه سائل دلواني ما يكونش ملون، يعني ما يكون الاخضر الاصفر، يكون سائل دلواني بيض عادي. كتاخديه وكتقرطي دوك البليصات اللي عندك فيهم البقع، كتمسحي داكشي كامل وتعاودي تاخدي واحد طرف ديال الثوب نقي فاز غريب ميها شويه، وكتعاودي تمسحي داك البقايا ديال الصابون كامله، وكديري داك البوف ديالك في الشميشه. ما عندكش باش تخرج الشميشه غديرها قريبه للشرجم كتهوى، ما عندكش غادي تبقاي كتسخنيها غير بالسوشوار حتى كيسخن حتى كتنشف من داك البقايا ديال الماء بطبيعه الحال. كانت عندك ثوب واقف شويه لاطوال اولا ثوب لي شويه شد فراسو، نصيحتي ليك غتاخدي واحد البخاخ غادي ديري فيه ديري فيه الماء الغازي، الماء الغازي راه معروف الماء الغازي، تكون قريعه يلاه شريتيها باقا بجهد ديالها، تديرها كتزيدي على واحد جوج معالق ديال البيكربونات الصوديوم، ترشي البلاصه ديال البقع وكتخليها غير واحد خمسة دقائق لان باش ما يطاشش ليك، وكنجي كنشيت بشيته ديال الشيته تكون رطبه ما تكونش حرشه، تنشيت دوك البقع كاملين وانا كنمسح. نقدر انني دوك البقع كما قلنا 10 دقائق، من بعد تشدي داك البخاخ وتبقاي ترشي على داك الفوتو ديالك وانت كتشيتي او ميم طون، يعني كترشي وكتشيتي كترشي وكتشيتي، دوك البقع كنخليهم ديك 5 دقائق غير باش كياخذوا راحتهم باش كيزولوا، ومن بعد كتشيتي في الاتجاه ديال الثوب فين يكون كي كما تنقولوا كينعس ماشي ماشي كيتشوك، وغادي تهوي بنفس الطريقه اولا تنشفي بالسوشوار. وملي تسالي بطبيعه الحال تحاولي انك تدوز على داك الثوب واحد الطرف ديال الثوب يكون نقي غير ميه، نحيدوا البقايا ديال داك الماء الغازي وداك البيكربونات ديال الصوديوم. اذا هذه طريقه باش يمكن لك انك تنظفي بطبيعه الحال لي بوف ديالك اللي ما كيزولش او اللي ما كتزولش اللي ما كنزولوش منها الثوب. اذا كانت هذه جواب على سؤال المستمعه الكريمه، وكان بودي انني نواصل اكثر ونجاوب على كل الاسئله ديالكم، ولكن للاسف وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو مع اعتذاري الكبير ليكم مستمعينا، والله كنموز عليكم سمحوا لينا. ودائما تواصلوا معنا عبر الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك او عبر ارقامنا الهاتفيه، او لا بطبيعه الحال تواصلوا مع سميحه وخليوا لنا طلباتكم ولا ارقامكم الا بغيتوا تواصلوا معنا، الباب مفتوح امام جميع المستمعات والمستمعين. هذه بطبيعه الحال الاذاعه القريبه منكم، وهذه مملكه للسيدات والساده مفتوحه للجميع، فانا كنرحب بكل مستمعاتنا وكل مستمعينا واللي خديكم عينه، وشكرا لكم على وفائكم على تواصلكم الدائم معنا. في ختام لقاءنا اليوم كنبغي نشكر المستمعات الكريمات اللي شاركوا معنا واللي استمعوا لنا واللي كيتواصلوا مع البرنامج، اللي خديكم علينا. نبغي نشكر ايضا وفاء فايز رافقتنا اليوم في الاخراج، سميحه عشوي استقبل مكالماتكم، اسماعيل روحي في تصوير الحلقه اسماعيل تصوير الحلقه بطبيعه الحال، واكيد انه كان وجود تحيه لكل اوفياء وكل مستمعينا. ما سخيتش بكم كالعاده، كنتمنى لكم بداية الاسبوع موفقه وسعيده، بقاو ناشطين مرتاحين، شهيه طيبه للجميع، تهلاو ليا فراسكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. Thank you.
Why is she your channel?